افتقد علي بن أبي طالب رضي الله عنه درعا له كانت عزيزة عنده غالية عليه، ثم ما لبث أن وجدها في يد رجل من أهل الذمة يبيعها في سوق الكوفة، فلما رآها عرفها وقال: هذه درعي سقطت عن جمل لي في ليلة كذا وفي مكان كذا. فقال الذمي: بل هي درعي وفي يدي يا أمير المؤمنين. فقال علي: إنما هي درعي، لم أبعها من أحد ولم أهبها لأحد حتى تصير إليك. فقال الذمي: بيني وبينك قاضي المسلمين يا أمير المؤمنين. فقال علي: أنصفت، فهلم إليه. ثم إنهما ذهبا إلى شريح القاضي، فلما صار عنده في مجلس القضاء قال شريح لعلي رضي الله عنه: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ فقال: لقد وجدت درعي هذه مع هذا الرجل يبيعها، وقد سقطت مني في ليلة كذا وفي مكان كذا، وهي لم تصل إليه لا ببيع ولا هبة. فقال شريح للذمي: وما تقول أنت أيها الرجل؟ فقال: الدرع درعي وهي في يدي، ولا أتهم أمير المؤمنين بالكذب. فالتفت شريح إلى علي وقال: لا شك عندي في أنك صادق فيما تقوله يا أمير المؤمنين، وأن الدرع درعك، ولكن لابد لك من شاهدين يشهدان على صحة ما ادعيت. فقال علي: نعم، مولاي قنبر وولدي الحسن يشهدان لي. فقال شريح: ولكن شهادة الابن لأبيه لا تجوز يا أمير المؤمنين. فقال علي: يا سبحان الله، رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته؟ أما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فقال شريح: بلى يا أمير المؤمنين، غير أني لا أجيز شهادة الولد لوالده. عند ذلك التفت علي إلى الذمي وقال: خذها، فليس عندي شاهد غيرهما. فقال الذمي: ولكني أشهد بأن الدرع لك يا أمير المؤمنين. ثم أردف قائلا: يا الله، أمير المؤمنين يقاضيني أمام قاضيه، وقاضيه يقضي لي عليه. أشهد أن الدين الذي يأمر بهذا لحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اعلم أيها القاضي أن الدرع درع أمير المؤمنين، وإني اتبعت الجيش وهو منطلق إلى صفين، فسقطت الدرع عن جمله الأورق فأخذتها. فقال له علي رضي الله عنه: أما وأنك قد أسلمت، فإني وهبتها لك، ووهبت لك معها هذا الفرس أيضا. ولم يمضي على هذا الحادث زمن طويل حتى شوهد الرجل يقاتل الخوارج تحت راية علي في يوم النهروان، يمعن في القتال حتى كتبت له الشهادة. طلب رجل من ابنه أن يذهب ويبحث عن عمل ليقتات منه، فاستجاب الابن لطلب والده فذهب، ولم تمضي إلا ساعات حتى عاد. فسأله والده: لماذا رجعت؟ فقال الابن: يا أبي، جلست تحت ظل شجرة فإذا بغراب منهك مريض موشك على الموت، فسألت كيف لهذا أن يقتات. وأضاف شارحا: وفجأة جاء أسد بغنيمة كبيرة أكل منها ما أراد، فذهب وبقي بعض الفتات بعد أن أنهى وشبع، فذهب الغراب وأكل من هذا الفتات، فعلمت أن الرزق مضمون فرجعت. فقال الأب: ألا تحب أن تكون أسدا يقتات الناس من فضله، بدلا من أن تكون غرابا يتفضل عليه الناس؟ قيل أن الحجاج حبس رجلا في حبسه ظلما، فكتب إليه رقعة فيها: قد مضى من بؤسنا أيام ومن نعيمك أيام، والموعد القيامة، والسجن جهنم، والحاكم لا يحتاج إلى بينة. وكتب في آخرها: ستعلم يا نؤوم إذا التقينا غدا عند الإله من الظلوم، أما والله إن الظلم لؤم، وما زال الظلوم هو الملوم، سينقطع التلذذ عن أناس أداموه، وينقطع النعيم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. أسر الروم رجلا من المسلمين فأجبروه أن يكتب رسالة إلى قائد المسلمين ليشجعه على القدوم إلى الروم، وكان الروم قد نصبوا للمسلمين كمينا ليقتلوهم. فكتب الأسير في الرسالة هذه الجملة: نصحت، فدع ريبك ودع مهلك. فلما قرأها الروم كانت كما أرادوا، وعندما وصلت الرسالة إلى قائد المسلمين فهم ما قصده المسلم، وتفطن إلى ما فيها من لغز خفي، بحيث إذا عكست الجملة وقرأت من اليسار صارت تحذيرا للمسلمين، فكانت كالتالي: كلهم عدو كبير عطف تحصن. صفع المعلم أحد تلاميذه بقوة قائلا: لماذا لم تكتب الدرس؟ فأجابه الطالب بهدوء: أستاذي، لم أقتنع بما قرأت. قال الأستاذ: ولماذا لم تقتنع؟ فرد الطالب: لأنني لم ألتمس حقيقة ما كتب في الكتاب. فقال الأستاذ: كيف ذلك؟ ف
فأجاب الطالب: الكتاب يقول بلدي بلد غني ولكن بيتنا من طين، وأستلم الكتب من جمعية خيرية. والكتاب يقول بلدي بلد النفط والغاز ولكنه ليس لدينا غاز نطبخ عليه ولا نفط، ولا زالت أمي تطبخ على الحطب. والكتاب يقول بلدي بلد الخيرات ولكنني لم أرى الخير آت، بل أراه سافر مبتعدا في جيوب الآخرين. والكتاب يقول بلدي مهد البطولات والحضارات، وسؤال في نفسي يجول: لماذا يبقى بلدي بالمهد وغيره يكبر؟ سيدي، أنا لا أحب أن أكذب على نفسي، لهذا لم أكتب واجبي يا أستاذ، فأنا لم أقتنع بما قرأت. تقول إحدى النساء: حسدتني امرأة على حياتي، قالت لي: كل سبل الراحة في بيتك وفي عملك وفي صحتك، من نعيم لنعيم. قلت لها: يا عزيزتي، غرك صفاء الماء، غرك منظر كوب الزاهي، تعالي ذوقي قليلا. فلما ارتشفت منه قليلا شهقت وقالت: إنه علقم لا يطاق، كيف لك ببلعه؟ كيف استطعت أن تشربيه؟ قلت: ذلك الذي حسدتيني عليه، إنه كوب مجبرة على شربه في اليوم مرتين كي أستطيع أن أعيش، ولكنني لم أبح لأحد بما أعانيه من مرض. يا عزيزتي، البيوت أسرار، والظاهر للناس غير ما يخفى فيها، وما يخفى عليك هو المر العلقمي. وراء تلك البسمة ألم وتعب، والحمد لله في السراء والضراء. يقال أن ملكا من ملوك العرب اعتقل رجلا من قبيلة أخرى، فجاءت قبيلته بشيوخها وأمرائها تشفع فيه، فقال الملك: من هذا الرجل الذي جئتم كلكم لتشفعوا فيه؟ فقالوا: هو ملكنا. فقال: لما لم يخبرنا عن نفسه؟ فقالوا: أنف أن يذل نفسه وأراد أن يريك عزته بقومه، فأطلقه لهم. وبعد أيام جاءه الخبر أن ذلك الرجل ما هو إلا راعي الإبل عندهم، فأرسل إليهم الملك يستفسر مما صنعوه، فجاءه الرد: لا أمير فينا إن ذل راعينا. يحكى أن في يوم من الأيام جاء رجل إلى إياس بن معاوية يسأله قائلا: هل تضربني إن أكلت التمر؟ فرد إياس بن معاوية قائلا: لا. فسأله الرجل من جديد: وهل تضربني إن شربت قدرا من الماء؟ فقال إياس: لا. فقال الرجل مبتسما في خبث ظنا منه أنه غلب إياس بن معاوية: إذن لماذا يكون نبيذ التمر حراما وهو خليط بينهما؟ فقال له إياس: حسنا، إن رميتك بالتراب هل تتوجع؟ فقال الرجل: لا. فقال إياس: ولو صببت عليك قدرا من الماء هل ينكسر أحد أعضائك؟ قال الرجل: لا. فقال إياس: ماذا لو صنعت من الماء والتراب طوبا وتركته يجف في الشمس وضربت به رأسك؟ قال له الرجل: ينكسر الرأس أيها القاضي. فقال إياس: ذاك مثل هذا. فسكت الرجل ولم يحر جوابا.